أيها المعماري والمعلم، انهض. 15 عاما مرت على رحيلك، وما زال صدى مشروعك العمراني الذي وهبت له حياتك يتردد في الآفاق. يا من ناديت بحق الفقراء في مسكن آدمي، انهض لنحارب معا القبح المستشري في كل مكان ولنواصل الحلم. انهض فنحن في الانتظار. كاهن فرعوني أو كاهن مصري، حافظ حارس لكل التراث مصر. كانت روح حرة وعقلية حرة، كان يضيق أشد الضيق بأي حدود لحريته الفكرية. كان بنا مش هدام، وكلنا بنبني ما بنهدمش. أبويا اسمه أحمد فتحي وأنا اسمي حسن. يقولوا لي أنت حسن أحمد فتحي، حسن فتحي أحمد فتحي أو حسن أحمد فتحي، ما أعرفش يعني، حاجة تلخبط. أنا مولود سنة 900 مع القرن العشرين. والد حسن فتحي قاضي ومستشار، وكان بيعمل في الإسكندرية وكان مقيم في الإسكندرية. هناك أصول مغربية في أجدادنا وأصول تركية، لأنه والدة حسن فتحي من أصول تركية. حسن فتحي كان له أخين أكبر منه وأخ أصغر منه إلى جانب الأخوات البنات. كان أخوه الأخ الأكبر كان مستشار محمد فتحي الله يرحمه. الأخ الأكبر من حسن فتحي على طول هو علي فتحي الله يرحمه، هو والدي، وكانوا قريبين جدا من بعض لأن فرق السن ما بينهم ما كانش كتير، وكان بيتأثر بيه كثيرا. أنا درست الابتدائي بتاعي كانت في مدرسة محمد علي الابتدائية، وثانوي كان في مدرسة الخديوية، والعالي مدرسة المهندس خانة. بعد تخرجه من كلية الهندسة أو المهندس خانة كما كانت تسمى آنذاك، عمل حسن فتحي في الإدارة العامة للمدارس بالمجالس البلدية، وكان أول عمل يقوم به هو تصميم مدرسة طلخ الابتدائية والتي تم الانتهاء من إنشائها عام 1928، وعاش خلالها صدمة البؤس والفقر الذي يغرق فيه الريف المصري. ارتبط حسن فتحي بصداقة عميقة بالفنان والمفكر حامد سعيد مؤسس المدرسة المصرية في الفن والحياة، وتلاقت أفكاره مع هذه المدرسة والتي كانت تتكون من مجموعة متباينة من الفنانين والعلماء يربطهم جميعاً رباط البحث عن الحقيقة والحكمة والتعرف على منابع الطبيعة والفن. ومن أجل هذه الصداقة أسس حسن فتحي بيت حامد سعيد، والذي أتم بناءه عام 1945 بضاحية المرج، وهو يعد أقدم نموذج حي لعمارة حسن فتحي الطينية. حسن فتحي صديق واحد من اخواتي الاكبر مني، كان زميله في الهندسه، واستاذ اخويا الاصغر صلاح سعيد اللي هو اشرف على كل كبيره وصغيره في العماره بتاعت هذا البيت. الأرض كلها بتاعت العيلة. أول ما جه هنا قعد في خيمة، ما قعدش في بيت. لما عجبته القعدة في الخيمة خلاص نبني بيت كأنه من الأرض وطالع من الأرض، فعشان كده بقى بالطوب الني لأنه في وسط زراعة. موضوع هذا البيت هو معنى مصر، معنى مصر. قرية القرن الجديدة بالأقصر كانت بمثابة حلم حسن فتحي الكبير من أجل تعمير القرية المصرية،
وكانت بمثابة خطوته الأولى نحو جنوب مصر حاملاً معه أفكاره عن العمارة البيئية. بدأ المشروع في أواسط الأربعينات حينما عهدت مصلحة الآثار إليه بالتصميم والإشراف على تنفيذ القرنة الجديدة والتي أعدت لنقل سكان القرنة القديمة من مقر إقامتهم فوق المنطقة الأثرية إلى موطنهم الجديد، والذي بث فيه حسن فتحي قطعة من روحه. ولكن دائماً تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. القرية هو بناها من الطين، اكتشف أساليب البناء اللي كانت موجودة في النوبة وفي أسوان، وقدر يحيي الخبرات الموجودة عند المعلمين الكبار اللي هم كانوا بيستطيعوا انهم يبنوا قبة كاملة من الطين. ودي مسألة فنية جدا ولها أساتذتها يعني في المنطقة. هذا الرجل يقدر يبني بيوت بالطوب الني، يقدر يبني الحيطة بالطوب الني، يميل السقف بينهزم لأنه السقف عايز خشب ولا حديد ولا كده. لكن المصريين زي ما قلت لسيادتك في الأول حلوا من المشكل بكونهم يعملوا من الأسقف المنحنية. كان يقول لي يعني اللي يروح في مكان عاوز يبني بيت يبص على الطبيعة في نفس المكان، ما يجيبش حاجة من برة، يبص مكان في حجر يبني بالحجر، الطينة بتعمل بالطينة عشان يبقى المكان ملائم للطبيعة اللي هي فيها. كان في واحد توفى كان اسمه حسن أبو ليلة. حسن أبو ليلة ده كان مطرب كده شعبي كده وبتاع، كان يجيب وغني للعمال حسن فاتحي ويأزر من شغلهم وغني لهم ويديهم مواويل وبتاع. يعني كان رجل معاملته حلوة جدا مع العمال بتاعته. شغله كان يبص على الحاجة بس ويقول لك دي ما تنفعش تشيلها. وكان معاه واحد اسمه العم علاء، ده كمان علاء العين بتاعته، يبص على الحيطة ويقول لك لا ده لو شافها هيبقى مشكلة، شيلوا الحيطة دي بسرعة. قرية الجرنة أما جه صممها كان في عنده دفتر كبير كان مسجل فيه كل واحد من أهالي الجرنة اللي هيتنقلوا في الجديد، هو عيلته أفراد عيلته عايز المبنى الجديد اللي يتنقل له كم غرفة والغرف شكلها إيه ومين جيرانه من هنا ومين جيرانه من هنا. ودوت يعني بصراحة دوت أساس مهم جدا علشان أنا كمهندس معماري أعرف كل المعلومات عن الشخص اللي أنا هبني له. لكن طبعا الأهالي قاوموا الانتقال، بعضهم انتقل والأكثرية رفضت. وفي ناس في تفكيرها كان من ضمن التفكير بتاعها إن هي القابو ده راح يوقع عليها والبيوت بالطين وبتاع، رغم إنهم عايشين في الطين يعني وبتاع. يعني ما عندهمش دافع إن يسيبوا القرية على أساس إنهم ساكنين في المقابر فوق المقابر دي، واللي بيلاقوه بيبيعوه وهكذا، ما هماش فلاحين بالطبيعة يعني. فللأسف الشديد حاولوا يغرقوا قرية الجرنة أو الجزء اللي اتبنى منها مرتين، فتحوا عليها الجسر على أساس أنها تغرق خالص يعني. وحسن فتحي كان باني جسر حوالين القرية بحيث أن المية ما تنزلش في على القرية، فحصل ارتفاع منسوب مياه النيل أزيد من اللزوم فنزلت المية وغرقت القرية سنة 49. هذا الكلام، هذا العمل قيل مرة أنه جت مصادفة وقيل مرة أخرى أنه اتعمل بالقصد لكي يفشل هذا المشروع، وأنا يمكن ميال أكتر أنه اتعمل بالقصد. طبعا اتغرقت مش مع ده حقيقة، يعني محضر البوليس بيقول كده، ليه احنا هنقعد نفكر هي اتغرقت ولا ما اتغرقتش؟ اللي اتبنى فيها ما يجيش ربع المشروع، وتوقف المشروع بعد ثورة 23 يوليو، وحسن فتحي توقف مشروعه وما كملش تاني. كمل بس كان مصاحب له حزن،
يعني كأنها علاقة حميمية تربط رجل وامرأة وانتهت نهاية غير سعيدة. بس هو ما زال بيحبها، ما زال بيحب الأقصرية والجرنوية وأهل بلده، بيحبهم بس ما كانوش أوفية، خانوا، فده بيبقى مصدر حزن. كان والدي اشتغل مع الدكتور حسن فتحي أكتر من 20 سنة، وكان والدي متقرب للدكتور حسن فتحي جدا، فكان أول ما أهداه بعد خروجه من القرية وما تمش المشروع بتاعه أهداه البيت، أول بيت بناه حسن فتحي وهو البيت ده، وإحنا حاليا عايشين فيه والحمد لله محافظ عليه، والحمد لله برضو قمت يعني بجزء من ترميمه. دي قرية في دورين، وانت زي ما شايف كده انا محاصر بين الامارات دي، يعني محاصر البيت، بيت حسن فتحي علامة مصر ورمز مصر في الفن العمارة، بيجي محاصر بين الجدران المسلحات. هنا القرية راح تقريبا 50% من بيوتها اتهدت واتبنت بالاسمنت، وهي كارثة، كارثة ثقافية الحقيقة بكل المقاييس. مفروض هذه القرية يتم الحفاظ على ما تبقى منها لكي تكون نموذجا للعمارة اللي أراد حسن فتحي أنه هو يقدمها ويبنيها بأقل التكاليف وللفقراء من مادة البيئة، وتكون زي نموذج يجي الخبراء والطلبة والهواة الفن والمعمار يتفرجوا عليه. فشل مشروع حسن فتحي طبعا، لأنه الهدف الحقيقي من مشروع حسن فتحي هو توفير إسكان جمالي وإنساني للفقراء بمادة البيئة، هذا لم يتحقق. أنا ما أختلف مع النقاد أن موضوع النقد أن يكون المباني حسن فتحي التي نجحت أو فشلت، لأن ذلك يعني مع الاحترام للجميع يعني عدم فهم لي ما هي أهمية هذا الرجل وما أتى به، في حين العالم يعلم أهميته. القرنة اتعملت حلم بتاع حسن فتحي، لكن لمين؟ ده كان لابد يحافظ عليها عطاء قومي من إنسانية أدركت معنى الاستقلال التام أو الموت الزؤام، شعار سنة 19. كانت حمى العمران ما زالت تؤرق حسن فتحي، فأقام مشروعا جديدا عام 1950 في محافظة الجيزة، وهو مزرعة حافظ باشا عفيفي التي أطلق عليها اسم لؤلؤات الصحراء. وفي نفس العام أنشأ منزلاً للسيدة عطية المينسترلي زوجة سفير مصر في تركيا آنذاك، عرف المنزل باسم قصر المينسترلي، وقد استوحى عمارته من العمارة العثمانية التي تأثرت بها صاحبة المنزل حينما كانت تقيم بتركيا. العين التي أحبت الجنوب وناسه أبت أن تفارقه. فعلى الرغم مما حدث في القرنة الجديدة،
إلا أن حسن فتحي عاد إلى جنوب مصر مرة أخرى. شملت هذه المرحلة إنشاء ملحق لدير تابع للإرسالية الفرنسية الجزويت، ومستوصف ومدرسة ومصنع لصناعة الفخار في قرية جراجوس بمحافظة قنا. كان رجل بسيط جدا، كان بنطلونه وقميصه خلصنا على كده يعني، ما كانش من المهندسين اللي من دول كرافتة ومرسيدس والحاجات دي. هو اللي سن عمل الشارع ده اللي انت عديت عليه ده، هو اللي عمله. اتلم على عيان البلد والمشايخ وخد منهم كل واحد حوالي 15 سنتي وجار الغطار لبعضها وعمل الشارع ده. سيادتك الشمس شديدة طبعا هنا في الصعيد، لما بتطلع الشمس على القبة بتيجي من ناحية واحدة، لما على السطح بتيجي على السطح كله، فبتبقى في فرق بين الجو بره وفي فرق بين الجو جوه. وفي عام 1957 أنشأ مدرسة فارس الابتدائية في قرية فارس بأسوان، حيث كان يعمل وقتها في هيئة الأبنية التعليمية. سافر حسن فتحي إلى اليونان في أواخر الخمسينيات بعد أن أحيطت مشاريعه في مصر بالرفض من قبل المسؤولين، بالأخص مشروعه لتطوير القرية المصرية. لما ساب مصر راح اشتغل مع مهندس معماري مشهور جدا ومخطط مدن اسمه دوكسيادس، وفتحوا معهد كبير جدا اسمه أوكيستيك. أوكيستيك دي كلمة لاتيني تعني علم الاستيطان، وكانوا بيشتغلوا في حوالي ثلاث مشاريع. المشروع الأول اسمه The City of the Future أو مدينة المستقبل، المشروع الثاني اسمه أوكيومينوبوليس، المشروع الثالث كان اللي هو نظام البناء التعاوني اللي سموه Self Help System، اللي هو فلسفته أن راجل واحد ما يقدرش يبني بيت، عشر رجالة ممكن يبنوا عشر بيوت. حصل حسن فتحي على جائزة الدولة التشجيعية عام 1958 بعد بلوغه 58 من العمر، كما عمل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على إقناعه بالعودة إلى مصر في أوائل الستينيات. لما رجع حسن فتحي اشتغلنا الحقيقة في قرية اسمها قرية باريز في الواحات الخارجة. كان أياميه ده مشروع إرشادي ضمن حوالي يمكن 20 مشروع إرشادي نفذت في الوادي الجديد في الخارجة. على سبيل المثال كان في قرية اتنفذت كلها بالشسات حديد، وقرية تانية كلها بالخرسانات. فلما ابتدينا نعمل المشروع بتاعنا، حسن بيه حب يبقى ده نموذج يطبق في جميع قرى مصر. مادة البناء كانت من الموقع، كنا نحفر على عمق متر بنلاقي عروق طفلة ماشية تقريبا لغاية السودان. عملنا مركز تدريب في أول ثلاث شهور، كان عندنا 20 بنا، نصف مدربين للبنى بالأبة والأب. مع انتهاء المشروع بيبقى فيه خبرة تكتسب من أهل المكان، زي ما قلت ممكن تطبق في القرى المجاورة. مقارنة بالمشاريع الأخرى طبعا النظام اللي احنا شغالين اسمه النظام التعاوني لا فيه مقاول ولا ينفع فيه الرشاوي. فللأسف الشديد بعد ما بنينا مبنى التعمير الذاتي والسوق وقفوا المشروع وقالوا إنه ملوش ميزانية، والمشاريع التانية كملت للنهاية. قرية باريس اللي ابتدينا نشتغل فيها وكانت تجربة عملت ونجحت، أمام أول ما ظهر النجاح وقفوها لسبب بسيط انها بتكلفش كتير. يعني الفيلا بتاع مدير القطاع في مدينة الخارجة نقول انها مثلا كانت مساحتها 200-300 متر، تكلفت 46,000 جنيه. احنا عملنا لهم سوق مساحته 2200 متر مربع، وفي بدرون مهوي علشان خاطر محفظ المأكولات، وفي سقف مجوز من فوق عشان التهوية، تكلفت 11,000 جنيه. عملوها معتقل لمهريب الحشيش، يعني خلى الإنسان
الإنسان بقى مالوش قيمة بالمرة. شعر حسن فتحي بالإحباط مرة أخرى نتيجة توقف مشروع واحة باريس الجديدة، وتردد أن بعض رجال النظام كانوا وراء توقف المشروع. هذه أكذوبة أكذوبة أكذوبة. حسن فتحي كتب تقرير حوالي 30 صفحة وبعته لجمال عبد الناصر، وجمال عبد الناصر أشر عليه وموجود أشر عليه يعهد إلى حسن فتحي ببناء الريف المصري. بدأ حسن فتحي في أواخر الستينيات إنشاء مجموعة من البيوت الخاصة لعدد من أصدقائه تحمل سمات طابعه المعماري. في عام 1967 أنشأ حسن فتحي منزلاً ريفياً للدكتور فؤاد عبد المنعم رياض بطريق سقارة بمنطقة الهرم، ثم صمم ونفذ وحدة سكنية أعلى إحدى عمارات منطقة الدقي للسيدة شهيرة محرز، وذلك عام 1971. كما قام ببناء بيت خاص به في منطقة سيد كرير بالساحل الشمالي بالأسكندرية، وهو الأول من نوعه إذ كان الساحل الشمالي آنذاك ما يزال مهجوراً، وقام فيما بعد بإهداء المنزل للسيدة نوال حسن. المرحوم الدكتور حسن فتحي عرفته في مجال الموسيقى، لأنه كان بيعزف، كان من كبار عازفي الموسيقى والدارسين لها، فكنا بنعزف كمان مع بعض. وعلى أثر علاقتنا في عالم الفن قال لي أنا هكافئك بإني أبني لك بيت بالفني بالعمارة الإسلامية. و الحقيقة يعني لم يأخذ فيه أي مقابل، بل أسهم فيه بمجهوده وأحيانا بأمواله كمان. أنا كنت أملك قطعة أرض في منطقة الحرانية بستخدمها للراحة ولا تزيد عن نصف فدان، وفيها مجموعة نخل جميلة جدا زي ما تكون باقة ورد. وهو شافها قال لي أنا حاملها فيها بيت ريفي على الطريقة اللي أنا عملت بيها الجرنة، الطريقة البسيطة البدائية. حاولنا نعملها في الأول بالطوب الني، الطوب الني ما نجحش، لأن يبدو أن الطوب الني بينجح في الصعيد حيث يوجد جفاف، لكن في منطقة الدلتا هنا الرطوبة ما خلتوش ينجح. فتحولنا إلى البناء بالحجر. البناء بدأناه بالضبط في 5 يونيو سنة 67، ولهذا سبب كنا فعلا متفقين على ان احنا نبني البيت. وكان هو حسن بيه فتحي يعني بيتمهل ومش مستعجل، وبعدين مره واحده بصيت لقيته خلص كل الرسم البيت وجابه لي صباح يوم 6 يونيو، وقال لي بنا بنا البيت ده انقص حياتي. قلت له ازاي؟ قال لي لان الحرب 67 وهزيمتنا حطمتني، وكان لازم انفس عن الطاقه اللي جوايا اللي عايزه تنفجر في حاجه، فاخرجت بيها بيت. فبعتبر ان هذا البيت اول انتصار على هزيمه يونيو 67. والحقيقه البيت
اتبنى بتعاون الكل. يعني حتى اولادي كانوا صغار فكنا نيجي واحنا نساهم نفسنا في البيت، لانه حسن بيه فتحي قدر ينقل لنا فكره حب البناء. وفكرته كانت ان البيت يجب ان ينمو من الارض، ودي فعلا الشعور اللي فضل معايا بعد ما البيت اتبنى. انا كنت عامله على اساس ان يبقى بيت للاجازات، لكن اول يوم جيت اقضي هنا ويك اند ما سبتش البيت لمده 15 سنه. أنا وقت ما تعرفت بحسن فتحي كانت والدتي بتبني المبنى اللي احنا ساكنين فيه دلوقتي، واختارت، كان والدي توفى وده كان مكان بيت جدي اللي هي اتجوزت فيه وعاشت فيه مع والدي، فكان حلمها انها ترجع تعيش فيه، بس اختارت معماري كان صديق لوالدي وكان مؤمن بالمدرسة الغربية في تخطيط الشقق وفي المعمار. فأنا وقتها كنت تعرفت على حسن فتحي، فطلبت منه أنه سألته لو ممكن يصمم لي الشقة، واستأذنت والدتي أنها تسيب لي آخر دور في المبنى. حسن فتحي عكس معماريين كتير أنا قابلتهم بعد كده كان عنده صبر طويل جدا مع زبونه، يعني كان ممكن يقعد معاك وتعبر عن آرائك ويعمل لك تصميم وبعدين يجتمع بيك وتقوله لا التصميم ده مش عاجبني عشان الناحية دي مش كبيرة كفاية ودي صغيرة ودي عايزة أعليها ودي عايزة أوطيها، فكان يفكر تاني ويشتغل تاني ويقدم لك رسم تاني وتالت، لأن كان بيقول المعمار البيت أو الشقة ده يعتبر زي الجلد الخارجي لك، فلازم يعبر عن شخصية اللي عايز يكون فيه. وكان بيعتبر برضو أن تصميم المنزل عمل مشترك ما بين المعماري والشخص اللي عايز يكون فيه، وهو أنا بقول أن أنا كنت زبونة بس حسفاتي عمر ما دفع حد فلوس، لأن كان بيعتبر أن دي مش رسالته، أن رسالته هي بناء أنه يبني للفقراء مش يبني للأسرياء أو للمرتاحين، فكانت هدية منه لكل واحد من الأفراد اللي هو يعني قبل يصمم لهم بيت. كان عايز يبني حاجة في الساحل الشمالي عشان يبين إزاي ممكن تعمير الساحل الشمالي بالمواد المحلية، فالبيت مبني بحجر مش من محجر، من نفس الأرض اللي حوالينا شوية، يعني مش حجر جامد، حاجة دبش ممكن نقول، فعمل ده كان نموذج للساحل الشمالي، ولكن ما خدوش الفكرة، يعني في ناس قلدوا حكاية الأب والأباوي، بس الفكرة كانت زي ممكن نعمل بيت بالمواد البيئية. في عام 1969 نشرت وزارة الثقافة المصرية في طبعة محدودة كتاباً لحسن فتحي كتبه باللغة الإنجليزية تحت اسم القرنة قصة قريتين. وفي عام 1973 نشرت جامعة شيكاغو الكتاب تحت اسم العمارة للفقراء، وترجم الكتاب إلى 22 لغة من اللغات الحية. هذا الكتاب منح حسن فتحي شهرة عالمية كأحد رواد العمارة البيئية البارزين. But he was thinking of building for the poor, and his book, as it's been published in America, it sold tens of thousands of copies. It's used in teaching faculties of the schools of architecture at all the major universities in California. My university, Penn, it's used as a in Chicago. It was published by the University of Chicago, and in Europe, because he addressed issues that are greater than building for Egypt. They're universal issues of building in a manner that's appropriate to the local environment. بعد ما توفى حسن فتحي يعني أسهمت بقدر في تقديمه، هو كتب كتابه اللي ترجم للعديد من اللغات عمارة الفقراء، ومات بدون أن يترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية. فالدكتور مصطفى فهمي وهو من كبار المترجمين المتخصصين ترجم الكتاب، وعندما كنت أشرف على كتاب اليوم في دار أخبار اليوم
أصدرت هذا الكتاب، ولأنه حجمه كان أكبر من الكتاب الشهري، فأنشأنا يعني فرع من سلسلة كتاب اليوم اسمه مطبوعات كتاب اليوم للأعداد الخاصة. والمرحوم سعيد سنبل وافق على هذا المشروع، وصدر عمارة الفقراء في أول ترجمة عربية له بعد رحيل حسن فتحي، وأنا قدمته. هذا الكتاب قد يفاجأ المشاهد عندما أقول أنه طبع 3 طبعات في 4 شهور، وتجاوز توزيعه وقتئذ 30,000 نسخة. يعني كانت الناس كانت بتسمع عنه ولا تراه. أصبح حسن فتحي منذ مطلع السبعينيات من القرن العشرين بمثابة المرجع الفكري لكثير من المعماريين الشباب الخارجين لتوهم من ثورات نهاية الستينيات الطلابية والمعارضين للتيار البنائي العشوائي المفتقر للجمال. وما لبث أن تحول منزل حسن فتحي في 4 درب اللبانة إلى مقصد لعشاق العمارة والفنون والثقافة من مختلف الأعمار والجنسيات الراغبين في النهل من علمه ومعارفه. هناك حركة فكرية في العالم كله، التعب من الحياة الميكانيكية، وفي حركة نحو الناحية الإنسانية. فلما نشر كتاب الجرنة وجد صدى في نفوس الشبان، خاصة في كل البلاد دي، هي عايز يجي يشوف الراجل اللي كتب الحاجات دي، هي يقابله ويعمله. دي ناحية فيها تقدير يسر الخاطر من ناحية، لأنه على الأقل في ناس عندهم نفس تفكيرك. مش بيت في من حارة من ميدان القلعة في منتهى الصخب، وبعدين تلاقي البيت في منتهى السكينة بمجرد فتح باب وإدخالك إلى فناء. جميع الخطوط فيه مبنية على جماليات ونسب في منتهى المهارة، مش مهارة شخص، دي مهارة مجتمع بقى. بنيت هذه المهارة ربما في 500-600 سنة. كان بيته باستمرار لقاء لينا، وكان أنا فاكر كويس قوي أما أخرج من جامعة عين شمس وأمشي في طريق صلاح سالم، أعدي الساعة 4:15 على القلعة عند السيدة عيشة، أقول بدل ما أكمل على بيتي في الهرم ما حود على حسن فتحي وأشرب عنده الشاي ونقعد شوية. كنا نستمتع بالجو المحيط بالبيت، بانوراما رائعة من جامع السلطان حسن والقلعة وجامع الرفاعي والمساجد الأخرى و عبق التاريخ والحاجات دي كلها كنت تحس بيها في هذا المكان. وكان عايش يعني مش قادر أتخيل، يعني مش ممكن تكون حاجة أبسط من كده وأحلى من كده وأجمل من كده. كان ساكن هو في الدور الثالث فوق، وكان منزل حبل من الدور الثالث لحد أرضية الحوش، أخش جوه أشد الحبل دوت، كان مركب فيه جرز، جرز يضرب يبص من الشباك مين، أقول له حسن بيه أنا، يقول لي يطلع. هو كان بابه مفتوح كل يوم للشاي والبتيفور على طاولته بمنتهى التواضع وبمنتهى المحبة، وللتبادل أطراف الحديث والمعرفة واللقاءات، ويتكلم هو عن مواضيع مختلفة، عن فلسفته، عن المزيكا العربي والأفرنجي، عن العمارة، عن الثقافات المختلفة، الفرنساوي انجليزي. يعني كان إنسان مثقف جدا. وأنا لا أبالغ إن قلت أنه أن لقاء حسن فتحي اليومي ده كان في ذلك الوقت من أهم، إن لم يكن أهم لقاء ثقافي في القاهرة.
يعني ما كانش يأتي القاهرة مثقف أو فنان أو حتى رجل دولة له حس وله اهتمام بالثقافة دون أن يسعى أو يدعى إلى لقاء الشاب حسن فتحي. كان عايش حياة بسيطة جدا رغم جمالها وثرائها، لكن ثرائها في تقشفها وبساطتها. لكن بيت كان مدجج بالاسطوانات بالموسيقى الغربية. يعني هو من الناس اللي علموني ازاي اجمع ما بين جذور ثقافتي الخاصة واستوعب الثقافة الغربية او الثقافة الاجنبية بدون ان اشعر بالدونية. انما كان عايش مع الموسيقى، كانت موسيقى باخ بالذات دي كان زاده الدائم. فوانت داخل هذا البيت الاصيل، وده بيت اسلامي مشهور، كنت تسمع صدى موسيقى باخ في هذا المنزل، وكنت اندهش كيف ان باخ هذا العبقري الغربي بموسيقى كيف تتلائم وتتوائم مع هذا المناخ الإسلامي أو المحلي أو العربي، سميه ما شيء. الاثنين كانوا في تناسق وتناغم جميل جدا. In those days, Hassan Bey would receive people for tea in the late afternoon. It was almost a daily function. And he had quite a following among young Egyptian intellectuals and artists. And I was very struck by his manner, which is a, you know, a wonderful manner. I mean, it is simultaneously a very welcoming manner and an aristocratic manner. You know, and it was interesting the way he did. He was warm and yet aristocratic. You knew you were in trouble with Hassan Bey when he said, when he started addressing you as Monsieur. That sort of indication. When he disagreed with you, he was going to be harsh. He would soften it with a formal title, Monsieur, and then he would tell you where you were wrong. Hassan Bey كان في المنطقة اللي هو فيه كل الناس بتخبط عليه ليل ونهار. اللي عنده مشكلة في دفع فاتورة أجزاء خانة، اللي عنده مشكلة في درس دفع دروس خصوصية، كانوا بيسموه بابا حسن. وكان طول الوقت إن عنده جرس طويل في الحوش، الأولاد يدقوا الجرس ويقولهم في إيه، فيقولوا له عايزين نطلع لك، فما يطلعوا له ويحكوا له ظروفهم. فمع إن ما كانش قدرته المادية كبيرة، لكن كان على طول بيساعد كل اللي حواليه. كان من بين رواد بيت درب اللبانة بعض من دارس العمارة الذين تتلمذوا على يد حسن فتحي، وبعض المعماريين الذين لم يعملوا معه بشكل مباشر، ولكنهم لم يكونوا أقل تأثراً بأفكاره وعمارته. صاحب مدرسة ومبتكرها وأستاذها ومعلمها. هذه المدرسة هي أسلوب عمل، أسلوب معرفة وأسلوب عمل وأسلوب عمل متكامل، يعني يجمع ما بين من أنت وكيف تعيش وماذا تقول وعلاقة ذلك بما تؤمن به وكيف تعبر عنه كعمل. الأستاذ الوحيد اللي بيعطي في أثناء يعني من علومه في أثناء صحبة معه، مجرد التواجد معه، فكان في استشفاف لعلوم، مبادئ، لنظرة ثاقبة. احنا تعلمنا كتير من حسن فتحي، مش بس العمارة. يعني حسن فتحي طبيعة علاقتنا بيه ما كانتش مجرد ان احنا بنروح زي في اي مكتب هندسي الناس بتروح بتشتغل وده اللي بيتم وخلاص، لا، دي كانت مرحلة تعلم للدنيا عموما. يعني كنا بنروح الصبح بنشتغل، بيجي وقت الغداء لازم نتغدى وبنقعد نتكلم وبيحكي لنا على تجاربه وعلى المواقف اللي هو اتحط فيها، وبعدين بنشتغل تاني، وبعدين بيجي دايما، كان كل يوم ساعة الشاي الساعة 5 ديت دايما عنده ضيوف من أنحاء العالم كلها. فكان بيصر إن إحنا لازم نسيب الشغل اللي في إيدنا ونيجي ناخد معهم الشاي ونسمع الحديث اللي بيدور بينهم. فده في حد ذاته كان علام لينا كبير جدا، مش بس العمارة. كنت أنا قابلت حسن فتحي أثناء الدراسة سنة 76 لمدة نص ساعة كده مع دكتور من الجامعة، خدنا ورحنا قعدنا معاه، خدنا شاي وسمعت منه كلام انا ما سمعتوش قبل كده. سمعت منه اسلوب للعماره وتفكير ما بنتعلموش في الجامعه. فاعجبت جدا ان ده علوم اخرى، مستوى اخر تماما من الفكر المعماري، مستوى اعلى، مستوى اعمق، ومستوى حقيقه هو ده اللي بيكون السبب اللي موجود عند التلميذ العماره
هو ده السبب لعشقه للمعمار. فوجدت انه بيحكي في هذا العشق، وكنت عارف وانا نازل من عنده ان انا هتخرج وهرجع له، لازم اروح لهذا الكنز. ففضلت القعدة دي علقة في ذهني لمدة سنتين او لغاية 3 سنين. بعديها بعد ما اتخرجت بحوالي سنة اشتغلت في السوق عادي زي اي مهندس عادي، وبعدين رحت زرته تاني سنة 79، ومن ساعتها لغاية لما توفى ما خرجناش من البيت عنده. اتفقت مع قسم العمارة عندنا في هندسة عين شمس انه حسن فتحي يجي، ولكن لازم اقول ان في داخل المهنة الواحدة في باستمرار الواحد يلاقي ناس وياه وناس ضده 100%، وخصوصا في الحاجات الفنية. فكان في مجموعة ضده وكان في مجموعة وياه، مش مشكلة دهيت، لكن استطعت ان انا اخد موافقة ان هو يجي. وكان يجي القسم دوت معناها ان كان سنة اولى وسنة تانية وسنة تالتة وسنة رابعة ان هم يحضروا له ويسمعوه. اكبر مدرج في عين شمس، مدرج قديم ومعبأ بالطلبة، ربما فوق 500-600-700 طالب، يعني معبأ. فأنا اتخضيت إن هو عنده شهرة، يعني اسمه مطلوب من الشباب، الشباب يظن فيه إنه يستاهل السماع. ففضل يحكي في المحاضرة ساعة ونص ساعتين، ما حدش بيقوم، ده الناس بتيجي بزيادة، بقى في ناس واقفين وناس قاعدين على الأرض والسلالم. خلصت المحاضرة وبمنتهى الإخلاص قال لهم أنا بتمنى لكم الخير، وإنتوا كمان كم سنة هتكونوا مهندسين معماريين أصحاب مسؤولية. بس وجدت تصفيق وتخبيط من هدول الشباب، ما بنعرفش هذا التصفيق والتخبيط بالرجلين على المدرج الخشبي إلا للبوب ستارز، يعني للبوب ديلان أو لعبد الحليم حافظ أو للسيدة الفاضلة أم كلثوم. فوجدت أنه ده بيعطى من الشباب اللي هم كلهم دون 20 لحسن فتحي. أنجز حسن فتحي في أواخر السبعينيات تصميمات قرية دار الإسلام، وتم تنفيذ جانب منها في ولاية نيو مكسيكو بالولايات المتحدة الأمريكية في أوائل الثمانينيات، وهي مستوطنة شيدت بالطوب اللبن على أيدي البنائين النوبيين والمواطنين الأمريكيين. In about the late 70s, a project started in the United States, which I was connected with. It was called Dar al-Islam Foundation. And the idea was to build a cultural center in New Mexico as the beginning of a community of American Muslims. So Hassan Bey brought two of his Nubian architects from Upper Egypt, and he did a whole, building the mosque became a teaching exercise, not just for maybe 20 or so people who were going to live in the community, but for dozens of other people who came to Abiquiu, where Hassan Bey and his masons taught them how to build domes and vaults. When the school opened, when the mosque opened, there was a lot of publicity. So when the story appeared in the press, it was, how is it that we could have such a great architect, an Egyptian architect, who's building an entire village in America for the Americans, and we have nothing here by him except a few houses? Why is it we're not appreciating the work of this great architect? في عام 1980 حاز حسن فتحي على جائزة آغا خان للعمارة، وقد نالها لمساهمته الفاعلة في خدمة العمارة الإسلامية. وكانت هذه الجائزة بداية لسلسلة جوائز عالمية، منها جائزة رايت لايفلي هود السويدية، وجائزة لويس سوليفان للعمارة، وجائزة بول هوفمان. وفي مصر حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1980. وقد كرمت العديد من الجامعات العالمية حسن فتحي، وخصته بمراكز أبحاث تحمل اسمه وتطبق أفكاره، كما اهتمت أقسام العمارة في جامعات العالم المختلفة
بمؤلفات ومشاريع حسن فتحي، كما بدأت الكثير من الدول في تطبيق نموذجه المعماري، منها الهند وباكستان وبعض دول أمريكا اللاتينية. وفي مصر تسعى جمعية أهلية تحمل اسم الجمعية المصرية لعمارة الأرض إلى إيجاد تطبيقات عملية لأفكار حسن فتحي، بالإضافة لبعض المشروعات الفردية المعمارية التي طبقت أفكاره بشكل إيجابي. بعد ما حسن فتحي طرح أفكاره بخمسين سنة ابتدى العالم كله يتبنى الأفكار دي، فإحنا كمجموعة ابتدينا نكون الجمعية المصرية لعمارة الأرض سنة 97، واخترناها جمعية لأن احنا فكرنا بنفس الفكر بتاع اللي شفناه في كل مصر. الجمعية المصرية لعمارة الأرض جزء أساسي من فماعة لحسن فتحي هو أنه فهم معرفي، يعني احنا بنفهم الشخص، شخص حسن فتحي أو يعني أفكاره كأفكار، ومنحاول نطور هذه الأفكار ونفهمها بشكل أعمق طول ما احنا شغالين في نفس السكة. وعلى الجانب الآخر، استغل البعض عمارة حسن فتحي من الناحية الشكلية كجزء من الفولكلور المعماري السياحي دون التعمق في مضمونها، كما استخدم البعض اسم حسن فتحي في مشاريع لم يكن يسره أن يراها. يعني في ناس للأسف الشديد نسبت أعمال معمارية سيئة للغاية وتسيء إلى اسمه، نسبوها إليه، وأنا أعلم علم اليقين أنه مش هو اللي عمل الأعمال دي. منها قرية الصحفيين مثلا اللي أنا ساكن في، يعني أنا عضو فيها، مبنية بأسلوب حسن فتحي. طب البحر محتاج مساحة، محتاج شرفة عشان الواحد يشوف البحر، فكانت النتيجة أن بيوت جميلة جدا منتزعة من بيئة تانية على بيئة مختلفة. هو حسن بيه لما صمم هذه القرية صممها على أسس معينة وبعدد معين من النماذج، هم أضافوا يمكن 10 أضعاف النماذج دي في نفس المسطح، فطبعا بقت شيء مختلف تماما عن عمل حسن فتحي، ولا ينتمي إلى فكر حسن فتحي بشيء. كان لي شرف الحقيقة الحج مع حسن بيه فتحي في عام 1983، وكانت تجربة جميلة جدا أني أشاركه الطواف والسعي، ثم أيضا اللقاءات في منى وفي عرفات وفي هذه الأماكن المقدسة الطاهرة الطيبة. وكان الرجل بملابس الإحرام يقعد ويتكلم وإحنا حواليه، كان أشبه ما يكون بغاندي مثلا والحواريين حواليه. ولم أرى في حياتي حسن فتحي أجمل مما رأيته في هذه المناسبة. كان بيسعى باستمرار لعمل مدرسة التكنولوجيا المتوافقة، وآخر وقت قبل ما يموت يمكن بأسبوعين يا عادل أنت معايا في المدرسة التقنيات المتوافقة دي، معاك طبعا حسن بيه، قال لي طب اكتب اسمك هنا، هو اسمي ده وكتبته ايه، هي كرتونة ظهر النتيجة مليانة امضاءات وعناوين ناس، فحطيت اسمي طبعا بالتليفون علشان هو عارف نفسه طبعا انه خلاص، بس ده كان 100% بيسجل لاخر لحظة مين اللي وياه ومين اللي مستعد يعمل الحاجات ديت. I saw Hasan Fathi probably just a few weeks before he died, and it was very touching to see he was reading at that time. The books by his bedside were predominantly Sufi works. A couple of them are in English by a friend of mine, and I was very touched by that. That in his obviously his last moments, he was preparing himself by consulting these wonderful works. You know, one book was about the 99 names. What is the meaning of each of the names of the attributes of Allah? And I was very honored to have been with Hasan Fathi at such a moment just before his life ended. A life that's so extraordinary, so creative, so brilliant.
ولم يتوقف حسن فتحي عن السعي لتحقيق حلمه حتى أيامه الأخيرة، ووفاته المنية في 30 نوفمبر عام 1989 تاركاً خلفه إرثاً معمارياً وفكرياً كبيراً. بلدي أمي ومريضة وعندي العلاج ومحدش راضي عليك. وحسن فتحي شخصية منسية عند العامة، لكن اللي يعرفوا حسن فتحي ويعرفوا قيمته ما يقدروش ينسوه، لأنه رائد من رواد النهضة الحديثة. لا كرامة لنبي في وطنه، فمعلش هذا ثمن بيدفعوه العظماء من جسمهم من لحمهم من دمهم. قائد معركة وكان بيقودها بقوة وإصرار عجيب. احنا ما عندناش القدرة دي النهاردة ان احنا نقود المعركة دي، احنا ما زلنا عساكر فيها. بس هي تجربة انا بعتقد ان احنا هنرسي عليها في اخر، يعني اي مشروع لبناء الريف حقيقة على نطاق عالي سيجد الحل الوحيد في عمارة حسن فتحي الريفية. بأجد أن حسن فتحي كظاهرة وكفلسفة آن لها أن تبدأ